يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض شؤونه في المسجد. ولما أراد أن يخرج الصحابي ذكروا، قال: يا رسول الله، قلت لأعلمنك سورة هي أعظم سورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي الحمد لله رب العالمين، وبقية الآيات الصورة. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه الصورة يا أخواننا من عظمتها أنها تعددت أسماؤها. وعند العرب الشيء المعظم عندهم والذي يكون عندهم بمكانة عالية بتكثر أسماؤه، زي ما عند العرب السيف عنده أسماء كثيرة، يسموه السيف، يسموه المهند، ويسموه الصارم، ويسموه القاطع والعضب وغيره من الأسماء، لأنه السيف ده تدور عليه أمور كثيرة جدا في حياة العرب، عشان كده أسماءه بقت كثيرة. الأسد حيوان في الغابة يعني يعتبر هو عظيم الحيوانات وكبيرة وأشجع الحيوانات، عشان كده أسماءه كثيرة جدا. ولذلك هذه الصورة لما كانت عظيمة كثرت أسماؤها، فهي الشافية لأنها شفاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفاتحة شفاء من كل سم. أي سم بيدخل بدن الإنسان، سم العقرب ولا الحية اللي بنسميه احنا الثعبان ولا الدابي، أي سم يدخل إلى بدن الإنسان فالفاتحة شفاء. وانتبه أيها المسلم الكريم، فرق بين الشفاء والدواء. الدواء اللي احنا بنجيبه من الصيدلية ده ليس اسمه دواء، لأن الدواء قد ينجح وقد لا ينجح، أما الشفاء فينجح ما في نقاش. بعد ذلك ذكر ابن القيم قال: ولكن السيف بضاربه. انت الفاتحة ذاتها ما ممكن زول يقرأ وما يشفى. قال: فالسيف بضاربه. القرآن كله شفاء والفاتحة أعظم ما فيه، لكن من اللي بيقرأ بإخلاص وبفهم وبتدبر للمعاني. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن سورة قل هو الله أحد، فسر في أكثر من 100 صفحة في كتاب مجموع الفتاوى، أكثر من 100 صفحة بفسر بس في سورة قل هو الله أحد. بعد ذلك قال: وهذه الصورة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. يعني أنت لو بالليل أوترت صليت صلاة الوتر الركعة الواحدة وقريت فيها بسورة قل هو الله أحد، كأنما قرأت بثلث القرآن. لكن قال: هذا لمن؟ لمنو؟ ممكن زول يقرأ وما تعادل عنده هذا القدر. قال: لمن قرأها بفهم وإخلاص. تكون فاهم. نحن سورة الفاتحة يا أخواننا بنقراها يوميا للمحافظ على الصلاة الفريضة، بيقرأ 17 مرة. صلاة العصر 4، والظهر 4، والعشاء 4، دي 12، الصبح 2، والمغرب 3، دي 5. 5 و12 كم؟ 17 مرة في اليوم. وأخشى إنه لو واحد مننا سألوه
عن معنى بسيط من معانية ما يكون عارف. نقرأ 17 مرة. وانتبهوا يا أخواننا لنقطة تأمل عظيمة جدا. أنت في الدنيا دي أي حاجة بتحبها من الكلام في الدنيا من الشعر والنكات والغزل وأي شيء حلال والله حرام، لو في اليوم الواحد تقوله 17 مرة حتمل منه، صح ولا ما صح؟ أسبوع واحد ما بتقدر تواصل تاني. لو أغنية زي نسوان اللي بغنن ديل يجيبون الليلة العزوزاب يا والكلاكلة وين وولاد القلعة وين وولاد شنو ما عارف وين، الزول كان سمعها 3 مرات بيسهج منها، ولك المرة دي ما عندها موضوع غير ده. الفاتحة نقراها 17 مرة يوميا، وانت مما حفظتها ليك ممكن 17 سنة، ممكن 17 اضربها في 3، ممكن تضربها في 17 ولا ما بتحصل كده، حافظها وتقراها يومي ما في زول ملة منها اصلا. ولا تخلق ولا تبلى. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده مصحف براو كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا عنه مشافهة، حتى من اللطائف لما جاء في عهد عثمان وقالوا له يا أخي أحرق المصحف بتاعك ده، لأن عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف وخشي أن الصحابة يختلفوا فيما بيناتهم، أي واحد عنده مصحف وبلغة قومه وكلها لغات صحيحة عربية فصيحة لكن الكلمة بتكون عندها مترادفات أحيانا، بلغة هذيل بتختلف من مضر بتختلف من بني أمية كذا. فقالوا لابن مسعود أنت عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف كلها وحرق وفقط قال بياخذ بالعرض الأخيرة اللي أخذ زيد بن حارثة من النبي صلى الله عليه وسلم، بس بياخذ بيدي. فابن مسعود قال لهم يا أخي أنا حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم من فيه مباشرة 99 صورة، حفظتها منه مباشرة أول ما نزلت أنا حفظتها. قال لهم كيف أحرق مصحفي وأخذ بقراءة زيد، وزيد كان له ذؤابتان الوقت ذاك، وكنت أنا بحفظ وبتعلم، زيد كان له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، يعني مسرع شعره ضفيرتين كده على نظام العرب زمان بيسرحوا كده، حتى الرجال بيسرح الواحد ضفيرتين كناية عن الشجاعة والفروسية اللي عندهم. فقال لهم زيد كان يلعب مع الصبيان وكده أنا حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 99 صورة، يعني فضل لي من المصحف كم؟ 15 صورة فقط، الباقي ده كله حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. في مصحف ابن مسعود ما كاتب الفاتحة، بدأ المصحف طوالب البقرة. فسئل لماذا؟ فكان من جوابه قال اكتفيت بحفظ المسلمين لها فلم أكتبها. ما حافظ المحافظة، الصغير حافظة والكبير حافظة والمتعلم حافظة والما متعلم حافظة. دي صورة عظيمة يا أخواننا، ما ممكن نحن حافظينها من وقتنا الصغار وكان سألونا من معاني ما نعرفها. أنا ما داير أغوص في التفسير كثير لأنه الكلام عن الفاتحة ما بيقضي لنا يوم كامل، لكن دارين الفهم البسيط اللي يقع لنا ونحن نستفيد منه. طيب قلنا من أسماء الشافية ومن أسمائها الواقية وقاية، زول لو قرأ بالليل هي حصن ووقاية. والحصن ده يا أخواننا نحن لو بدنا نتحصن أو نحصن أولادنا زي ما حيجينا الكلام قدام، نرجع للتحصين الذي عليه خاتم النبوة، ده تحصين مختوم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نمشي نجيب لنا حاجات ملقطين ناساي. واحد يبيع لك ورقة في السوق يقول لك دي الورقة دي بتحميك وتربطها للولد
من العين ومن العارض تربطها في العربية والدكان عشان يشتغل أربط له الورقة دي عشان ما يسرقوه. وبيجي الحرامي بيقطع الورقة وبيشيل الدار يشيله ما بتعمل حاجة. لكن التحصين في السنة، الفاتحة دي حصن لك أنت تقراها، ومن أسمائها أيضا السبع المثاني. ليه قالوا السبع؟ لأنها سبع آيات، سبعة. والسبعة دي مقسمة يا أخواننا تقسيم عجيب جدا جدا، والتقسيم ده بس بفهمنا الفاتحة دي تمام. سبع آيات قالوا في ثلاثة أولى بيجاي وثلاثة أخيرة وفي واحدة في النص. يلا شفت لو فهمت التقسيم ده أنت بتفهم الفاتحة دي فهم عجيب جدا. الثلاثة الأولى الحمد لله رب العالمين، واحد. الرحمن الرحيم، اثنين. مالك يوم الدين، ثلاثة. انتهت الثلاثة الأولى. في النص إياك نعبد وإياك نستعين، دي أعتبرها في النص. حاجة أوريك في النص ليه؟ مش أن عدد بس ثلاثة بجاي وثلاثة بجاي واحدة في النص، لا، في فهم تاني. والأخيرة الثلاثة الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي ثلاثة، ثلاثة بجاي ثلاثة بجاي واحدة في النص. جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة. يلا تأمل الكلمة دي، قسمت الصلاة معناها الفاتحة دي الصلاة ذاتها، الصلاة الفاتحة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصين. عشان كده العلماء قالوا الثلاثة الأولى هي لله. تريد أمل براك، الحمد لله رب العالمين، لله ده حمد. الرحمن الرحيم صفتين، ده صفات لله، الرحمن ربنا، الرحيم ربنا، دي صفات لله. وده اسمه ثناء، برضو ثناء على الله. الأول حمد لله، الثانية ثناء على الله. مالك يوم الدين يعني ربنا المالك ليوم الدين، يوم الحساب بعدين والجزاء، ده اسمه تمجيد لربنا. الثلاثة دل لله. طيب في النص اهدنا الصراط المستقيم أو إياك نعبد وإياك نستعين، دي في النص. لاحظ إياك نعبد وإياك نستعين ذات مقسومة على اثنين، ما هو قالوا مقسومة. إياك نعبد دي لي الله، يا الله نعبدك لوحدك، إياك نعبد، ده الجزء الأول. والجزء الثاني وإياك نستعين، يعني يا ربنا نحن بنعبدك لوحدك، ويا ربنا أعيننا على العبادة. فالآية في النص ذاتها جزء منا لله وجزء منا للعبد. لله شنو؟ إياك نعبد. وللعبد إياك نستعين، يعني أعيننا يا ربنا. ذاتها بقت مقسومة. أها نمشي للأخيرة، اهدنا. أها أنت داير من الله هنا، أنت بتطلب من الله اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، بتدعو في ربنا انه يهديك الصراط المستقيم. ياتوا ياتوا الصراط، الآية البعدية دي بدل بيسموها، بتوضح لك دي صراط الذين ياتوا انعمت، انعمت انت يا ربنا عليهم. ولاحظوا لكلمة انعمت لا بد تكون بالفتحة، لأنه اللي أنعم منه ربنا. عشان كده الفقهاء قالوا لو الإمام في الصلاة قرأ أنعمت دي بالضمة الصلاة باطلة. ليه باطلة؟ لأنه لما تقول أنعمت عليهم يبقى الأنعم منه
يبقى انعمت انت، وكان انعمت انت الشغله ما باظت. ما انعمت انت، انعمت انت يا ربنا صراط الذين انعمت عليهم. وبعدين تقدر تعمل حسابك من اثنين، وده دعاء. شو الدعاء ده؟ ما جايه كيف بتقول لي يا ربنا ده الصراط المستقيم، وحددت الصراط المستقيم ده صراط اللي ربنا انعم عليهم اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ديل اللي ربنا انعم عليهم كويس. تقدر تكون معهم، وبعدين بتقول يا ربنا انا ما اقدر اكون مع صنفين غير المغضوب عليهم اللي انت غضبت عليهم يا ربنا، ديل انا ما اقدر ابقى معهم. وديل ياتهم، ديل قالوا اللي بيعلموا وما بيعملوا، زي اليهود يعرفوا الصح من الخطأ لكن ما بيعمل. ولا الضالين، النوع الثاني الضالين ده لياتهم، ده ترى بيشتغلوا ساي ولا ده يتعلموا ذاته، واحد بلخبط صاي بس الباقي يجي قدامه بسوي. تقول لا مولانا الشداء ما من السنة، يقول لك يا خلينا لقينا ابواتنا بسوي كده بنسوي، ما بيجي. لكن الدين ده كتاب وسنة، ما تسوي بمزاجك، بس بقول لك احنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ترى ماشيين ورا أبواتنا، الشيء غلط، ما عندنا قضية بنسوي. شوف الثلاثة آيات الأخيرة دي دعاء ودي للعبد، والثلاثة الآيات الأولى لربنا، والآية في النص إياك نعبد وإياك نستعين، دي بين العبد والله. عشان كده جاء الحديث قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله. لاحظ إحنا بنقرأ بنرد جاساش في الصلاة ما بننتبه للكلام ده. شوف أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بقول شنو؟ يقول حمدني عبدي. أها، تقول الرحمن الرحيم، ربنا بقول أثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني ما دام إنك أنت داير تعبد الله مخلص له الدين، ربنا بيعينك. عشان كده الفقهاء قالوا ما من إنسان صدق مع الله بنيته إلا وفقه الله. بس انت خليك صادق في نيتك مع الله، ما تبقى كالمنافقين. ربنا قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، بأذاننا سمعنا وهم لا يسمعون بقلوبهم، لأنهم منافقين. أول ما تصدق مع ربنا، ربنا يصدق معك وما بيخذلك. طيب بعد ذاك قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شوف ده كله أنت بتقوله وربنا يجيبك وأنت ما جايب خبر، وده في صلاتنا. والكلام ده 17 مرة على الأقل في اليوم لمن حافظ على الفريضة. سورة الفاتحة دي يا أخواننا عظيمة بالجد، لكن إحنا ما أنا جايبين خبر. شوف أول ما تبدأ هذه الصورة أنت بتقرأ في الصلاة، كبرت في الصلاة الله أكبر، بتقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ابن القيم وهذا أعظم أدعية الاستفتاح،
ده أعظم واحد. ليه؟ قال لي ما فيه من الحمد والثناء على الله. بعد ما قلته تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة. ودي سرا يا أخوانا، الاستعاذة سرا، ودعاء الاستفتاح سرا. ولما تقول الاستعاذة ربنا بيبعد عنك الشيطان. وبعدين الشيطان ده زي ما قال ابن كثير، الشيطان ما بتصاحب، لو دار يبعد عنك ما ممكن. زي ناس الدنيا لو في واحد شر ودار تخطاه انت تبعد منه شرك او تبعد من شره ممكن تديه. الشيطان ده ما بيتكري اصله ولا بيتصاحب ولا بيتغش لك عشان تقول بغشه. انا بدقسه لك، انا بخوفه، ده كله ما بينفع معه. شو ابن كثير جاب استنباط لطيف كيف؟ قال ونحن لا نرى الشيطان وهو يرانا، هو بيشوفنا لكن نحن ما بنشوف. قال فنستعيذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. الشيطان ما بيشوف ربنا وربنا يرى الشيطان، عشان كده نحن زي ما بنقدر نشوفه نستعيذ من الشيطان ده بربنا الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. وما عندك حاجة غير الاستعاذة، ما تقدر تتخارج منه. بعدين الشيطان ما ممكن انت تساومه مساومة، يقول لك أصل نحن ما دام الشيطان ده يعني دار يعمل لنا مشاكل في البيت نحن لابد نديه حاجة عشان يبقى كده احنا نبقى في برا الأمان منه. ما بينفع. في ناس أول ما يشتروا بيت جديد ولا سيارة يقول لك اضبحوا، لو ما ضبحتوا الشياطين ما بخلوكم في البيت. شيطان انت قال الضبيحة بتوقفوا يا دوب بتطمعوا فيك زيادة. اضبحوا الدم، والغريبة يشيلوا من الدم المسفوح ده اللي بينضبح أول ما تنضبح البهيمة، الدم اللي بيطلع ده من أنجس الدماء، شيلوه بيدينهم سووه في الحيطة ولصقوه في العربية، نجسوا البيت ونجسوا العربية وتقربوا للشيطان وبرضه ما بخليهم. يا دوب بقبل عليك كويس كده، شفت أول ما يتترخي له وتبدأ في مساومات معاه يا دوب بينجمك ما بيخليك. ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من شنو؟ من الجن فزادوهم بخوفهم زيادة. أوعك تتقرب للشيطان. وده الشغل الآن المنتشر عند الدجالين. دجالين راقدين في البلد وما بيظهر لك بأنه دجال، صار لك بأنه رجل دين وولي صالح من الأولياء المقربين. يقول لك ده أهل القرآن وأهل التقابة وأهل السجادة، وديل اللي بيغيموا الليل وساري الليل بيساهر الليل كله مبنوم. أها ده اللي بيمشوا للجماعة، أكتب ده واربط ده، وده داري على الرسلبيت يتنافسوا فيها اثنين، وعاد تلقى مسكين ساي بيحبها في الجامعة بس كريم 3 سنة كويس، وضيع معاه وقته ماشي وجاي وخسر قروشه، نيجي ود عمها مغترب من برا بشيله والفكي جاك زول. بعد اول ما جاء هذاك ما عنده قروش، وده ترى مفلس سايب غير سكريم وده ما عنده حاجه كويس، يمشي للفكي طوالي اربطه واكتبه. يا اخي انا بتذكر قبل فتره واحد صديقنا شديد في الحله، ولد مهذب يتزوج بنت وفي واحد ثاني دايره، مشى كتبه عند الفكي ده بسموه ابوك الشيخ، ده عند الناس رجل صالح كتبه. ذاك اتزوجها، بعد ما اتزوجها 15 يوم ما قدر يدخل عليها، وده القاعد في السنه، السنه موجوده الكلام ده انه في ناس بيعملوا الدجل والشعوذه دي. 15 يوم ما قدر يدخل على مرته، اليوم ال 15 راوي توفى.
ما عرفوا سبب الوفاة شنو ذاته. دكاترة ما فاهمين حاجة، مستشفيات ما قدرت تطلع بحاجة. 15 يوم مات صبي ولا حاجة ما فيه. ده شنو؟ ايش قلنا سابوك الشيخ شغالين، ويجيك في الجامع عامل فاهم ولعنا ويقرأ في القرآن، لكنه بتعيد شغال كتابة ودجل وشعوذة، دين الضر الأمة ذاته كويس. فإذا نرجع يا إخواننا نقول سورة الفاتحة قلنا مقسومة ثلاثة وثلاثة وواحدة في النص. لو تأملنا هذه الأسماء الأولى، الحمد لله رب العالمين، هنجي بعد شوية لقرايتها في الصلاة ما نسيت أنا، لكن ده خلاها في الآخر. الحمد لله، شيخ الإسلام ابن تيمية قال اختيار هذا الاسم عنده معنى عظيم. الحمد لله، قال لأنه المستحق للعبادة، واسم الله معناه المعبود وهو مستحق انه يعبد، عشان كده قال الحمد، والحمد عبادة لله لأنه مستحق للعبادة. رب العالمين، اسم الرب اسم يليق بالسيادة والملك والرعاية، عشان كده قال رب العالمين، ما قال إله العالمين. رب العالمين لأنه الذي يطعم ويهدي ويكسو ويحمي وينصر ويرزق، عشان كده كانت لفظة العبادة مناسبة مع اسم الله. ولفظة الربوبية مناسبة مع رب العالمين، يعني المالك المدبر لشؤون الكون وكل شيء. الرحمن الرحيم، ابن عباس رضي الله عنه قال اسمان أحدهما أرق من الآخر، أسماء رقيقة. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، ورحمة وسعت كل شيء. ربنا يرحم المؤمن غير المؤمن، ويرزق المؤمن غير المؤمن، يرزق إبليس ذاته. هذه الرحمة العامة الواسعة. الرحيم هذه خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحيم بالمؤمنين. عشان كده رحمة الدنيا الواسعة دي ربنا أعطاها لكل شيء، حتى البهيمة ترحم البهيمة الثانية وترحم جناها. أما الرحمة من العذاب يوم القيامة دي خاصة بالمؤمنين فقط. شوف الآية الأولى الحمد لله رب العالمين فيها المحبة لله، أنت بتحب ربنا لأن ربنا اللي أداك ورزقك. إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يا أخي أنت في وقت الضيق ترفع يدك لربنا، الرزق ضاق عليك ترفع يدك لربنا، ربنا يرزقك. أنت في وقت المرض والله المؤمن وغير المؤمن ذاته تلقى يقول يا الله، مرات يكونوا ملاحدة، احنا بنعرف زملاء لنا كانوا ملاحدة ما مؤمنين بالله ذاته، أول ما سخن معه والحمى والملاريا سخن معه تلقى يقول يا الله يا الله، تعترف يا الله هسه أنت. العرب زمان وقت يركبوا البحر ربنا قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. العرب كان عندهم أصنام تسلات والعزة وهبل وغيره، لكن وقت يركبوا البحر والموج والسفينة دي في نص البحر وما في حلل يقولوا يا الله يا الله. عكرمة سبب إسلامه كان الموقف زي ده رضي الله عنه، ابن أبي جهل ركبوا السفينة بعدين
بيجوا الجماعة المعاه من المشركين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه مع من أهدر من الدماء. قال لهم لو لقيتوهم معلقين بأسار الكعبة اقتلوهم. فهربوا في السفينة، لما ركبوا السفينة اضطربت بهم. بقى عكرمة بنادي اللات والعزة وشنو جماعة بتاعين دينك كويس، والمشركين المعاو بيقولوا له هاي دل ما بيشتغلوا هنا، هنا دل ما بينفعوا، ما بيشتغلوا كلهم دل هنا الله بس. كان عاقلا قال لهم يا ناس ما دام هنا الله براول بالحقنا، برا ذاته هناك الله براو برضو، دل كلهم ما بينفعوا. وقال لهم ده انا مركت منا بمشي بسلم طوالي، وربنا نجاو طوالي مشى للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام لانه عاقل كويس. يا اخي الايه الاولى دي قالوا فيها المحبه لربنا، لانه رب العالمين دي شوف العالمين دي يدخل فيها شنو؟ الجن والانس والطير والهوام والدواب وكل ده يدخل في العالمين، كله في العالمين. ورب العالمين ربنا بدبر شؤون الخلق ديال كلهم. يا اخي عليك الله هسه انا بحتار وبقول للناس دائما اللي عندهم ناس متعلقين فيهم، عندهم شيوخ كده ماسكين فيهم، اقول لك شيوخنا ديل بس احنا ماسكين فيهم قوي ما بنفكهم، وديل بيظبطوا امورنا. قلت لهم دقيقه بس يا اخوان، لو كان رزقنا ده انزول ما بيجيبوا من عنده بس ادوا، قول له وزعوا وزعوا بس. منو اللي بيقدر يوزع لنا ناس الكلاكلة؟ برام بس. منو من البشر يقدر يوزع لهم حق شاي الصباح بس؟ منو اللي بيقدر يوزعه؟ نحن أرزاقنا دي تجينا في بيوتنا ولا بنمرق ليها. ولو نمشي نحرس لنا زول يقول لك أبوك الشيخ نايم، مع أن الله حي لا ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة دي الغفلة، الغفوة الصغيرة، ما في نوم، ما في، حي لا يموت، قيوم لا ينام. على الله رزقنا ده لو عين الشيخ الفلاني بيقدر يوزع لنا توزيع بس ما يجيبه من عنده، وما بالك انه ربنا بيجيبه من عنده ويوزع للخلايق دي كلها المخلوقات اللي انت ما بتشوفها. النملة اللي بتجي في الواطة انت بتطاطاها وبتفوت، ربنا قسم لها رزقها بتمرق بالشيلو وتدخله جوا وتدس عندها، وفي الاوقات اللي ما بتلقى لها اكل تقوم تلمه عشان تجي تاكله بعدين في وقت الشتاء، وتجيب العيشة تكسرها على اثنين. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداها ربنا هداية في فطرته انها تعمل كده، تجيب العيشة تكسرها على اثنين عشان لما تجي المطر العيشة دي ما تبقى بذرة وتقوم، تكون قاعدة في محلها، إن جات فيها مطر ما تقوم. وحبة الكزبرة النملة تقسمها على أربعة، لأنه لو قسمت على اثنين بتقوم، إحنا مزارعية عارفين الحاصل. تقسمها على أربعة النملة، دي كلامهم منو؟ الله وزعوا ليها وجابوا لها في محلها ده. عشان كده يا إخواننا الرزاق يحب على هذه النعمة. ربنا قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. البحر دقاع لتحت آلاف الأمتار، والسفينة دي ماشية فوق. ربنا قال لك بنعمة الله، ربنا لو شاء يدخل جوا الموية. عشان كده الآية الأولى دي الحمد لله رب العالمين فيها المحبة لله، لأنه ربنا كلنا، لأنه رازقنا. الثانية الرحمن الرحيم في الرجاء، ما دام ربنا اسمه الرحمن نحن بنرجو رحمته. عشان كده ربنا قال في سورة الفرقان قال الملك يومئذ الحق للرحمن. لاحظ الملك بتاع يوم القيامة والحساب، ربنا اختار اسم الرحمن للحساب. العلامة السعدي قال الاختيار ده هنا ما ساي، ما ساي الاختيار ده عشان انت ما تخاف، عشان يوم القيامة ما تخاف. قال لك الحساب ده عند الواحد
اللي اسمه منو؟ اسمه الرحمن. ما قال الملك يومئذ الحق لشديد العقاب، عشان انت تخاف تقول الملك ده عن شديد العقاب، ها الله يهون علينا نقول عن شديد العقاب، لا، قال لك للرحمن. يا سلام، واحد من الاعراب ها لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم، قال والله ما عدمنا خيرا من رب يضحك. الرحمه فيه والخير فيه. عشان كده الايه الثانيه دي فيها شنو يا اخواننا؟ فيها الرجاء، بنرجو من الله الخير. الايه الثالثه فيها الخوف. انت برضو كمان اعمل حسابك، مالك يوم الدين، في حساب في الاخره، مالك يوم الدين. الثلاثه ديل، المحبه في الايه الاولى، والرجاء في الايه الثانيه، والخوف في الايه الثالثه، ديل اصول العباده يا اخوان. لو عبدت ربنا بالمحبه والخوف والرجاء تنجحت. ما تعبد ربنا لانك خايف منه بس، دي زندقه، ها، او ده شغل الخوارج، خوفوك بس. اوعى يقول لك زنيت يوم القيامه بتخش جهنم، لا في مغفره لا في شفاعه، كويس، لا في حسنات ماحيه، كله ما في، شغل الخوارج والتكفيرين والدواعش، وده كلام باطل. العبد مهما ارتكب من الذنب بيرجو رحمة ربنا بعدين. في ناس ربنا بيرحمهم بغير شفاعة ذاته، كما جاء في حديث أبي سعيد قال شفعت الملائكة بيشفعوا لناس يخرجوا من جهنم، وشفع النبيون لناس وخرجوا من جهنم، ده من الموحدين، وشفع الصالحون لناس وخرجوا من جهنم. ينادي ربنا يقول ولم تبق إلا رحمة رب العالمين، وربنا يطلع ناس ثاني من النار لم يعملوا خيرا قط، برضو يطلعوا، لكن من المؤمنين من أهل التوحيد. شكده يا أخواننا، لما الإنسان يعبد ربنا بالمحبة ويعبد بالخوف ويعبد بالرجاء كلها مع بعض، كده بيكون زول متزن في عبادته، ما يكون زول مرجح بجهة واحدة. وما تبقى كمان زي الناس اللي قالوا نحن بنعبد ربنا محبة بس، لا، لا دارين الجنة ولا خايفين من النار، إنما بنعبد ربنا شو بس حبا في الله. هذا غلط، كيف ما خايف من النار؟ كيف ما داير الجنة؟ الإنسان يعبد ربنا رغبة ورهبة ومحبة. طيب الآيات الأخيرة، وأنا داير ألخص كلامي، الآيات الثلاثة الأخيرة، اهدنا الصراط المستقيم. انت بتسأل ربنا بتقول يا ربنا انا داير اكون مستقيم على الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت ما دام بتدعو ربنا الدعاء ده لابد تعمل بمقتضى الدعاء ده ذاته. لو دارت تكون على الصراط المستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ده الصراط المستقيم يا اخواننا ببساطه، عشان ما تشعب الامور على نفسك. الواحد يقعد يعاني يقول لك يا مولانا البلد بقت طوائف كثيره وفرق جماعات، سنبقى مع منو ذاته؟ ديل جماعات بيجاي، جماعات دين، وديل فرق، وديل طوائف، وديلك داقين نوبه، وديلك عندهم مسيد، وديلك ما تعرف عندهم شو، نبقى مع منو احنا ذاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسم لك الموضوع ببساطه، ولا تبقى مع اي زول، وليه انت تبقى مع زول ذاته؟ خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. الارشادات اللي قال لك في السنه اعمل بها، والشيء اللي جاء في القران اعمل به، وتفسير القرآن ذاته ما تفسره تفسير طائفي، فسروا التفسير الصحيح بتاع السلف، الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، مجاهد ابن جبري، شوف 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 تعلموا كيف قال، عرضت القرآن على ابن عباس آية آية، اقرأ عليه القرآن ده آية آية،
أي آية يسأله من التفسير بتاعه، لأنه ابن عباس علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجاهد يتعلم من ابن عباس، وهكذا نشيل من فوق، لا نتبع لده ولا نتبع لذاك، عشان يجي كل مرة واحد يدينا رأي ويدينا فكر، وده أذكاره براه وده فهمه براه. مرة سألت واحد الرايات أيام المولد، رايات كثير وكل طريقة عندها شيخ ورافعين صورته فوق وراية برام عندهم ذكر برام، قلت لها الساعة حقت النبي وين في ديل؟ ما ممكن يكونوا كلهن حقاته، لأنه أي واحد بيقول لك أذكر بحقنا بحق النبي وذاك ما ياهو، ما ممكن يكونوا كلهن حقاته، ولو بقى كلهن حقاته أنا أقول إن بيتين. ده بيجي بيقول لك تخيل ذكر، يقول لك تقول يا دايم 7350 مرة بعد الصلاة، دي أنا هسه أقولها بتين، وين حق النبي فيه أرقام زي دي؟ يا إخواننا شوف الدين ده يسري كيف، الأذكار دي كلها ما في ذكر 300، خليك من ألف 300 ما في، 200 ما في، أكثر ذكر في اليوم 100 بس، ده أكثر ذكر. يا أخي في أذكار بقولوها مرة واحدة، انت اللي بتعبك تمشي لبتاع طريقه يديك ذكر لما انت فيك منك ده شنو؟ والله واحد يديك ذكر لما مخك ده يفك، يقول لك 7730 وتقول وتغمد عين واحده وتفتح عين وترفع كراعك، انت عارف ده لما تنتهي منه انت بتكون فكت منك ذاتك، لما طلقتك يا زبرة. ليه يا ناس؟ ليه يا اخي السنه دي والله سهله كيف؟ بلا كده نديك واحد ده في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، طب ما فيه نقاش. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أها ده سهل ولا ما سهل؟ ومعه ضمانة، لاحظ معه ضمانة. أسألت لما أنت مش تشتري لك موبايل من السوق تقول له وين كرت الضمان؟ ثلاجة كرت الضمان وينه؟ يقول لك ضمان 5 سنوات، ده ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان الله العظيم وبحمده فد مرة عندك نخلة في الجنة. قال من قرأ قل هو الله واحد، مش سهل أوي الحافظة 10 مرات 10 بس. قال بني له قصر في الجنة، قبال ما تبرك من الجامعة ده بتبني لك قصر ولا بتبنيه؟ 3 دقائق بس تبني قصر في الجنة، وفي الدنيا دي والله تقترب 30 سنة ما تعمل لك بيت في مانديلا، 3 دقائق قصر في الجنة ومضمون ما فيه نقاش. تقعد تباري لك واحد بتاع فكي يلف بيك في الهواء وكله التقاش شنو؟ داير ربي بالحيران بتاع انه بس تذكر كده وتقول كده، ويجي يتفقدك يقول لك ها صليت على النبي 5000 مرة ولا ما صليت؟ يا اخو النبي قال لي 5000، النبي زاد وقال لي 5000، تجي تتبقى لي 5000؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 بس، 10 الصباح و10 المساء، ابوك الشيخ يقول لك 5000. ليه يا اخي؟ يا اخي النبي الارحم بالامه والاعلم بيقول 10 مرات صباح و10 مرات مساء، تسوى لي 5000 يا اخي؟ شان في النهاية هو داير يضمن انه يتتابع له وقاعد معاهم في الطريقة. عملت 5000 يقول لك؟ تقول لا يا عملتها، معناه هو دكد انك انت قاعد وبتجيب له البياض، وموضوعه كله مع البياض اللي انت بتدفعه بعدين. الصلاة على النبي وزاد مقبولة. إذن يا اخواننا نحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم لابد نعمل بمقتضى هذا الكلام، نبحث عن الصراط المستقيم، والبحث عنه ما بمشي بفتش اقول لهم وينو يا طريقه، البحث عنه ترجع لكتاب الله وتفسيره الصحيح، وترجع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والتفاسير موجوده. داير شرح البخاري تفسير ابن حجر قاعد شرح موجود، شرح مسلم شرح النووي، ابي داود ترجع للعظيم مبادئ كلها مشروحه وجاهزه، والصحيح من الضعيف مصنف وموجود وجاهز، ما بتتعب انت، يبقى تعبك في انه تتعلم صلاتك وصيامك
وتمشي على الصراط المستقيم. واي زول جا قال لك كلام في الدين قول الكلام ده دليله وينه؟ ان عنده دليل معك، لكن ما عنده دليل ما عندنا بك شغل. كده بتكون انت عملت بمقتضى اهدنا الصراط المستقيم، وتعمل حسابك من الاخرين اللي قالوهم ديلك غير المغضوب عليهم. بعد ما تتعلم ما تضرب طناش، بعدين تتعلم تعمل. اها، وما تعمل بالجهل، دي الآية الأخيرة، ما تعمل بالجهل. تمشي تلقط صاي، تلقى لك ذكر مكتوب في الواتساب وتشيل تقول فيه كويس، تلقى لك واحد يغشك يقول لك تعال الورد حقنا وتشيله معاه، لا، تعمل بمقتضى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. كده نكون يا اخواننا نحن فهمنا سورة الفاتحة وعملنا بمقتضاها. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا علما نافعا ويرزقنا يقينا خالصا ويهدينا إلى الصراط المستقيم.